ارتفعت قيمة الصادرات الصينية بشكل غير متوقع في ديسمبر، في حين تقلص تراجع الواردات ليصبح أقل من السابق، ما يشير إلى انخفاض قيمة العملة، وقد بدأ ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية على البلد الذي يستحوذ أكبر حصة في التجارة الدولية حول العالم. أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بديسمبر من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات 4%، وهو الأمر الذي خلف فائضا تجاريا من 382 مليار يوان لهذا الشهر. وفي عام 2015 انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 1.8% على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات 13.2%، وبلغ الفائض التجاري 3.690 مليار يوان. وقالت الإدارة أن انخفاض أسعار السلع بالجملة وانخفاض الطلب العالمي قد ساهمت في تراجع كل من الصادرات والواردات في العام الماضي. هناك العديد من العوامل التي أدت إلى التراجع في كل من الصادرات والواردات في عام 2015، والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو أن الصادرات كانت في الطلب العالمي المنخفض. أضرت الأزمة المالية العالمية بعد عام 2008 بقيادة الاقتصاد العالمي، ودخل التمويل الدولي مرحلة الضبط والتقييد، وهو الأمر الذي حد من نمو الصادرات الصينية، وأظهر تراجع أسعار كتلة المنتجات الرئيسية للسلع، بطء الانتعاش الاقتصادي وانخفاض الطلب. بعد أن دخل اقتصاد الصين وضعه الطبيعي الجديد، يواجه اقتصادها المحلي ضغوطا انكماشية كبيرة نسبيا، فيما تنمو كتلة بعض الواردات بمعدل أبطأ. لذا كان انخفاض أسعار السلع الأساسية بكميات كبيرة وتباطؤ نمو كتلة الواردات من الأسباب الرئيسية لانخفاض واردات الصين في عام 2015.